بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وآلاف اللعائن على أعدائهم من الأولين إلى الآخرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام. فضائل وصور تجلت بأبهى حللها في الطف، فكانت دروسا وعبرا تذكر وتروى للأجيال، فأصبحت الثورة الحسينية مدرسة للأجيال. الثورة الحسينية شهدت احترام ذوي القربة، وشهدت عفوا عند المقدرة، وشهدت من الشيء الكثير، فشهدت المساواة بين الحر والعبد، وشهدت أيضا فضيلة التوبة إذ تجلت في الحر. اليوم سنقف وقفات مع ما ذكرناه من فضائل ودروس من دروس كربلاء. رحبوا معي بسماحة الشيخ مهدي الطرفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مولاي. نسأل الله لكم كل توفيق وسعادة. سلمكم الله من كل شر يا رب. نبدأ مع احترام ذوي القربى، كيف تجلى في الطف؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. طبعا احترام ذوي القربى تطرقنا إليه في الحلقة الماضية، في أواخر الحلقة الماضية، وذكرنا على أن ذوي القربى من أهم الموارد التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وذكرتها السنة النبوية، وقد وردت فيها كثير من الروايات وكثير من الآيات، ولها آثار. احترام ذوي القربى له آثار خاص، وقد تجلت وتجلى هذا الدرس في كربلاء حينما أراد أخوال الحسين عليه السلام يأخذ الأمان، أخوال أبي الفضل العباس، أن يأخذ الأمان لأبي الفضل العباس سلام الله عليه، وعلى لسان الشمر ابن ذي الجوشن لعنة الله عليه، فقدم الأمانة لأبي الفضل العباس وصاح وقال بهذه المقولة: يا بني أختنا. فكان أبو الفضل العباس جالسا عند الحسين وقد استحيا من الحسين عليه السلام، فأطرق برأسه مليا، ثم التفت الحسين له قال: أجبه يا أبا الفاضل ولو كان فاسقا. فإجابته له للشمر لعنة الله عليه ليست إجابة إلى الشمر بالذات، إنما كانت إجابة إلى أخواله كما ذكرنا في الحلقة، بل هي بشكل أوسع إجابة مبدأ. بارك الله فيك وفيكم أكثر. صح، نعم. إذن هذه كانت صورة من صور احترام وشائج القربى. نعم. يعني أبي عبد الله سلام الله عليه ضرب لنا مثلا إذ أوعز إلى أخيه أبي الفضل العباس سلام الله عليه بالإجابة واحترام ذوي القربى وإن كانوا فاسقين. هذه صورة تحمل في طياتها جنب سلبية، إذ كانت هناك استغاثة أو مد يد العون من الشر إلى الخير. في صورة أخرى، ألم تكن هناك صورة لمد يد العون من الخير إلى الشر؟ يعني الحسين صلوات الله وسلامه عليه أتم الحج عليهم، يعني قبل أن يبدأوا بمد يد الشر إلى الخير، الحسين سلام الله عليه مد يد الخير إليهم، وهذا بتبليغه، لأن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه أعلن الجهاد في أقطار وأرجاء المعمورة، فالكل سمعوا الجهاد للحسين، والكل يعرفوا على أن الحسين على حق، وحتى يزيد ابن معاوية هو بنفسه لعنة الله عليه، لعنة الله عليه، كان يعرف على أن الحل والعقد والحق والحقوق الإلهية والخلافة الشرعية هي عند الحسين عليه السلام. فالحسين أتم عليهم الحجة وقد مد يد الخير إليهم قبل أن يمدوا يد الشر، وطلب أبي الفضل العباس يعني يستخرجوه من أحضان الحسين عليه السلام ويدخلوه في أحضان الشر وأحضانهم. نعم، هناك صورة أخرى سمحت الشيخ أستوقفك فيها. نعم. متوسما رحابة صدرك. سلمك الله. وسلمكم. هناك يعني أصل القضية، القضية الإلهية، قضية المودة لقربة النبي صلى الله عليه وآله. نعم. ونحن في خضم موضوع احترام وشائج القربة. لماذا كل هذا الحقد على قرابة النبي صلى الله عليه وآله وأهله؟ يعني لو كان هناك مجرم كالمجرمين الذين يعيثون في الأرض فساد في كل، لو كان فرعون في قبالة يزيد، هل كان يزيد يفعل به ما فعل به؟ مولاي نجيب على هذا السؤال بمثال واحد، بقضية واحدة
والقضية واضحة كلش. في يوم من الأيام دخل رجل من مشايخ عشائر الشام، دخل على معاوية بن أبي سفيان لعنة الله على معاوية. فلما دخل على معاوية سأله معاوية، هذا إجابة للسؤال، قال من أين أتيت؟ معاوية يسأل الرجل، قال أتيتك من أبخل الناس وأتيتك من أجبن الناس جبان، وأتيتك من أخبث الناس مولدا. قال من أين؟ قال أتيتك من عندي علي بن أبي طالب. الله أكبر. ثلاث صفات أعطاها لعلي بن أبي طالب أمام أنظار وأسماع معاوية. يقول انتفض معاوية، الرواية انتفض، قال ويحك، أتقول على أن علي بن أبي طالب أبخل الناس؟ والله لو كان لعلي بيتا من التبر، التبر يعني الذهب، لو كان لعلي بيت من التبر وبيت من التبن لأنفق التبر قبل التبن، فعلي أسخى الناس. معاوية يقول وتقول على أن علي بن أبي طالب أجبن الناس؟ والله ما تراءت فئتان إلا وعلي فارسهما. وتقول علي أخبث الناس مولدا؟ أما ترى وأما تعلم على أن أباه أبا طالب شيخ العرب وشيخ البطحاء مؤمن قريش؟ الرجل كان عنده غاية، فالتفت إلى معاوية قال له إذن علي أسخى الناس، علي أشجع الناس، علي أطهر الناس مولدا. قال له بلى. قال له إذن فلماذا تعاديه؟ فلماذا لا ترد الخلافة له؟ يقول التفت معاوية إلى الكرسي اللي العرش اللي جالس عليه، ضرب، قال لأجل هذا والله لو نازعني يزيد على ذلك لذبحته، إن الملك عقيم. الله أكبر. ولهذا أنت في قضية الإمام الحسن عليه السلام، مولاي في قضية الإمام الحسن لما كتبوا الشروط في صلح الإمام الحسن مع معاوية، معاوية دخل إلى الشام، مش قال إلى الكوفة، قال جئتكم لا لكي تسلموا ولا لكي تصلوا ولا تصوموا، ولكن جئتكم لكي أتأمر عليكم. أنا ما جاي الإسلام، أنا جاي أتأمر عليكم فقط. المسألة كانت لديهم مسألة عشائرية بحتة. نعم. نعود سماحة الشيخ إلى نقطة أخرى من، نعم، من نقاط محور اليوم. كانت هناك صورة من صور الطف أيضا فيها منس على قضية القربة وكيف تعامل الأقربون مع الإمام الحسين عليه السلام في اللمحة الإيجابية، ترجيح طاعة المعصوم على طاعة النسب. بارك الله فيك وبكم أكثر. سؤال جيد مولاي. طبعا هذا السؤال أو هذه الحالة تجلت بوضوح عند رجز أبي الفضل العباس سلام الله يعني. نحن عندنا طاعة المعصوم هي طاعة لله جل وعلا، طاعة المعصوم طاعة لله، ولا قرابة في غير الله. الآن إنما المؤمنون إخوة. إنما المؤمنون، إذن القرابة الحقيقية ليس أن هذا ابن أبي أو هذا ابن أمي مثلا، لا، وإنما القرابة الحقيقية هو الإيمان. ولهذا الإمام علي بن أبي طالب سلام الله عليه لما خرج من مكة المكرمة ومعه الفواطم تبعوه المشركون، قالوا له يا علي ارجع معنا فإن بيننا وبينك قرابة. قال لهم لا قرابة بيني وبينكم في الشرك، قرابة بيني وبينكم ماكو في الشرك، قرابة ما موجودة. إذن القرابة الحقيقية هي طاعة الله، القرابة الحقيقية هي الإيمان، والإيمان هو بالأحرى أن نقول. ولهذا أبو الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه لما خرج أو نزل إلى ساحة الميدان ساحة الوغى ارتجز، والبعض يقول أن أبو الفضل العباس دفاعا عن أخيه الحسين، يعني حمية الأخوة أخذته. لا بالعكس، هي حمية الطاعة للمعصوم. خلاص بارك الله فيكم. ولهذا أكد عليها أبو الفضل، لأن هذا الكلام مولانا، هذا السؤال الآن رائج، وهذا السؤال كان عند خروج أبو الفضل، يعني هذا التسطيح لشهادة أبي الفضل، نوع من نوع من أنواع التقليل من شأنها، يعني مولاي هي نوع من المغالطة، نوع من المغالطة، يعني يعملوا عملا لكي ينزلوا من شأن أبي الفضل العباس ومن مقام أبي الفضل العباس. ولهذا مولاي ارتجز لما قطعت يمينه، قال والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام، ما قال عن أخ، الله وعن الله. إمام صادق اليقين نجل النبي الطاهر الأمين. احنا ما عندنا مولانا خلال الرجز ماله أصلا ذكر الأخوة للحسين،
بينما أبي عبد الله سلام الله عليه أكد مبدأ الأخوة. بارك الله فيك. بالنسبة لأبي الفاضل بالضبط بالنسبة لأبي الفاضل، لكن أبو الفضل العباس أكد الإمامة، قدم الإمامة، لأن طاعة الإمام يعني مقدمة على طاعة الأخوة. قد يكون بلحاظ أن أبي الفضل بالعصمة الصغرى معصوم والإمام الحسين بالعصمة طبعاً الكبرى. طبعاً الحسين معصوم بالعصمة الاستكفائية العصمة الكبرى. نعم. وأبو الفضل العباس معصوم بالعصمة الغير استكفائية أو الصغرى التي هي تابعة للمعصوم بالعصمة الكبرى. نعم. ننتقل إلى مسألة في الطف. هناك صورة حقيقة صورة رائعة جداً. نعم. من حقوق الإنسان، إذ أنه أبي عبد الله سلام الله عليه أعطى للجميع، لكل من استطاع، الحق في الجهاد. بارك الله في الجهاد لله، ليس لوجه أحد غير الله، لكن كان القائد هو أبي عبد الله، تجلى الدين به. فوجدنا جون وعابس، ووجدنا حبيبنا مظاهر والعباس سلام الله عليه. مولانا الكريم، يعني درس في المساواة بالأحرى أن نقول درس في المساواة. يعني الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه طبعا سيرة وقاعدة إسلامية ألا نفرق، إنما قاعدة قرآنية، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذن التقوى هي ميزان الأفضلية وليس فلان أو فلان. وقد اشترك شهداء الطف في الإيمان والتقوى، ولهذا نحن عندنا مولانا، احنا خلال المحاضرات للأسف ما تطرقنا إلى الأصحاب، بس هذه قضية كلش مهمة، أن في ليلة عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام التفت إلى أصحابه هذا الليل فاتخذوه جملة جملة، يعني طلعوا روحوا، إن القوم يريدونني، يقصدوني، يريدوا قتلي. مولاي رفضوا وبايعوا الحسين في تلك الليلة، نفس الليلة، فأشار الحسين أن ينظروا إلى السماء، انظروا إلى السماء فأراهم منازلهم في السماء. قوم إذا نودوا لدفع ملمة، والقوم بين مكردس ومدعسي، لبسوا القلوب على الدروع. بارك الله. وأقبلوا يتهافتون على ذهاب. بارك الله فيك. بارك الله وبكم فيك. أكثر سمعت. ولهذا شافوا مولاي، رأوا منازلهم في الجنة، هذا اللي يسمونه عين اليقين، يسمونه، لأن احنا عندنا ثلاث من اليقين، عندنا عين اليقين، أو عندنا نعم عين اليقين وحق اليقين، وكذلك علم اليقين. علم اليقين أنزل درجة من درجات اليقين، بعدها عين اليقين، بعدها حق اليقين. فرأوا عين اليقين، يعني رأوا اليقين بعينه، ورأوا اليقين بأعينهم. ربي أرني كيف تحيي الموتى، أرني، عندي علم اليقين أنك تحيي الأموات، بس بالعين لم أرى، أرني، يعني صار عند عين اليقين. يعني إذا كان من يستمعنا من 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 درسوا المنطق، مفهوم ومصدر. بارك الله فيك. يعني هناك مفهوم الإحياء ومصداق الحقيقة، يعني المصداق. بارك الله نعم فيك. فمولانا الكريم الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه أعطى درسا يسمى درس المساواة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وهؤلاء في تقوى. لما سقط علي الأكبر، خير دليل وخير يعني مثال واضح، لما سقط علي الأكبر صلوات الله وسلامه عليه، ابن الحسين شبيه رسول الله، فلذة كبد الحسين، اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك، وكنا كلما اشتقنا لرؤية نبيك نظرنا إلى وجه هذا الغلام، اللهم فرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا، ولا ترضى الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا. ثم التفت إلى عمر بن سعد قال قطعت رحمي قطع الله رحمك، وسلط الله من يذبحك على فراشك، وكأني برأسك تتهادى به الصبيان، تلعب به الصبيان. وبالفعل نفس دعاء الإمام الحسين. هذا علي الأكبر اللي تعلق قلب الحسين في علي الأكبر، ولهذا نحن عندنا، شوف ايش قد عزيز، اريد امثل لك مولانا، اقرب لك الصوره واقول لك ماذا صنع الحسين. شوف قوه يعني التساوي المساواه عند الحسين عليه السلام، بحيث ان سكينه تنقل، سكينه والاصح سكينه تنقل، تقول ان ابي لم يسقط عند رجوعه من شهيد الا عند اخي علي الاكبر. وفي قول آخر يقول لما سمع الحسين صوت علي الأكبر تقول سكينة والله رأيت أبي ثلاث مرات سقط على الأرض، يعني يقوم ويطيح لأن سمع صوت ابن مولانا اللي بطلب. تفضل مولانا.
أرجو أن يكون ختام الحلقة بناهي عن علي الأكبر سلام الله عليه، سلمكم نهديه إلى أبي عبد الله سلمكم من الله شاء الله. أجاد بضيافتنا، أنا وإياك ضيوف على هذه المدينة، وكل إنسان إن شاء الله ضيف. أنا بشرط أن تعفيني عن البحراني، لأن أنا وعدتك إذا تلقي الوعد خلاص أنا جاهز مولاي. أنت معفى، بارك الله أنت معفى إن شاء الله. لدينا علي الأكبر لدينا إن شاء الله. يعني يكون الختام عن علي الأكبر سلامه. طبعا لدينا إن شاء الله فاصل، وبعد الفاصل نكون بمحورين، محور فضيلة التوبة والحر، ومحور العفو عند المقدرة، نعرج منه على علي الأكبر سلام الله عليه. إن شاء الله تكون تكملة المساواة بعد الفاصل إن شاء الله. هدية خالصة إلى مقام مولاي وسيدي وحبيبي أبي عبد الله سلام الله عليه. صلوات الله. يعني أنا عذرا هديتها نيابة عنك. لا عفوا مولاي. الله يحفظكم. أنت القائد سلمكم الله. عفوا مولاي أنا خادمكم. إذا مشاهدينا الكرام فاصل ونعود إليكم بإذنه تعالى. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. إذا سمحت شيخ حياك الله. سلامكم الله إن شاء الله، بارك الله فيكم. التوبة والحر. بارك الله. أنتم تفضلتم في حلقة سابقة عن قضية الحر. المساواة قبل. لا عفوا المساواة إذا كانت لديكم تعليق عليها تفضلوا بها. تعليق يعني مختصر إن شاء الله. تفضلوا. بارك بها. الله فيكم. كما شئت. مولانا الأكرم لما سقط علي الأكبر، فقد درس المساواة دقائق. تفضلوا بها. بارك الله فيكم. لما سقط علي الأكبر مولانا، جاء الحسين أرباب المقاتل يقول على أن الحسين لما وصل إلى علي الأكبر نام بجنب علي الأكبر، ثم وضع خده على خد علي الأكبر، خده على خد علي الأكبر، ونفس العملية مولانا صنعها الحسين بجون، جون العبد، هذا عبد زنجي، وضع خده على خد جون، ووضع خده على خد علي الأكبر. شوف المساواة، من بني هاشم شبيه رسول الله، فردة كبد الزهرة، فردة كبد الحسين علي الأكبر، وهذا جون عبد زنجي، وكلنا عبيد لله جل وعلا. درس المساواة. نعم مولاي الأكرم. سلام الله على محمد وآل محمد وعلى من ربه بهذه الطريقة العظيمة. إذن فضيلة التوبة، التوبة صورة وقف بها الحر، فكان تمثلت بالحر واشتهر بها الحر في واقعة الطف، واقعة كربلاء. طبعا الحر ابن يزيد الرياحي كبير عشيرة بني رياح، وهذا الرجل كان عملاقا وبطلا، هيكل يثل كان، وكان بطل قائد عشيرة. هذا الرجل مولاي لما وقف جيش الحسين عليه السلام وجيش يزيد، أخذ يحوم بجواده ذاهبا آيبا، ذاهبا وآيبا، يروح ويرجع. فرآه أحدهم قال له يا حر، أراك متحير، والله لو سألوني من أشجع الناس لما عدوتك. قال له أخير نفسي بين الجنة والنار، ولا أختار على الجنة شيئا، لأن الجنة عند الحسين والنار عند يزيد. فضرب جواده، ذهب وهو مع ولده ابنه، وله عبد، أخذ العبد والولد، وهو بنفسه قدم نفسه للحسين. مولاي الأكرم يقول لما وصل أرباب المقاتل، يقول لما وصل الحر قريب للحسين، ما نزل من على ظهر جواده، ألقى بنفسه من على ظهر جواده، وجاء زحفا إلى الحسين عليه السلام حتى وصل إلى أقدام الحسين عليه السلام. هل لي من توبة يا أبا عبد الله؟ قال إن تبت تاب الله عليك، إن تبت تاب الله عليك. وبالفعل مولاي قدم عبده، ثم قدم ولده، ثم قدم نفسه، وحصل هالمقام الشامخ العظيم. اللي اكو قصة مولانا لما سقط علي الأكبر، سقط الحر ابن يزيد الرياحي، صار عند الجرح يشخب دم. هذا الجرح اجى الحسين عنده منديل، هذا المنديل الحسين شد عصابة، يعني عصابة شد رأس الحر ابن يزيد الرياحي، سنوات الى ان قبل تقريبا 110 سنوات او اكثر، نعم عفوا اكثر، في زمن الملك طهماسب الصفوي، أحد الملوك الصفويين لما دخل إلى العراق. طبعا مولانا الصفويون من جملة الملوك والدورات الملوكية اللي تعبوا على التشيع، ولهذا السنة والجماعة يتهمون الشيعة بالصفويين. ليش؟
لأن في عهد الصفويين عملوا على التشيع، يعني مثلا قبة الإمام الرضا عليه السلام، سلام الله، من الذي ذهبها؟ أول من ذهب قبة الإمام الرضا عليه السلام الملك عباس الصفوي، اللي أكو بلد ومحافظة في إيران بندر عباس، يعني ميناء عباس سميت باسمه. هذا الرجل كان يبذل ما يبذل، وكل الصفويين يعني عندهم بذل خاص للمعصومين سلام الله، لذلك يكرهونه. أيهم نعم بالفعل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله. فعلى العموم مولانا الأكرم، هذا الملك طهماسب بن الصفوي دخل إلى حرم الإمام الحسين في كربلاء، أهدى للحسين قناديل ذهب، وأهدى ما أهدى. هنيئا له، نعم مولاي، هنيئا لمن يقدم شيء. من بعد إتمامه خرج من الحسين، قال سمعت أن قبرا للحر موجود في جانب آخر في مبعد من الحسين. واحد قال للحر أنت ملك وملك حي، وذاك عصى وجعجع ببنات رسول الله، وإذا أول دمعة نزلت من زينب هو السبب، فصحيح هو استشهد، خذ مقامه خلص، فأنت ما يستحق أن تذهب إليه، والحر تكفيه الإشارة، من بعد سلم عليه. فأكو شيعي قال أيها الملك لا، هذا الحر لما سقط الحسين شد رأسه بعصابة وكذا، ظل يشرح له، قال له عجيب، أعصابة الحسين على رأس الحر؟ قال له بلى. قال له نذهب إلى قبره. بالطريق مولانا هم يمشون، قال له أيها الأمير أيها الملك، قال له بلى، قال له أجساد الأنبياء لا تأكلها الأرض، حديث رواية، أجساد الأنبياء لا تأكلها الأرض. قال أنا أريد عصابة الحسين عليه السلام. فذهبوا إلى الحر، نبشوا قبر الحر مولاي، وإذ يروا الحر كأنه ميت من ساعته، من بعد عشرات السنوات، والعصابة على جبينه. والأعجب مولانا، هنا تعجب الملك وذاك الرجل الناصب يتراجع، والأعجب من ذلك، قال افتحوا عصابة الحسين. فتحوا عصابة الحسين وإذا الدماء تسيل، الدماء تسيل من جرح الحر من بعد عشرات ومئات السنوات. هذا اللي أعجب، قال شدوها بمنديل بعصابة أخرى، شدوه بعصابة أخرى من قطع الدم، نزف الدم، عصابة ثانية ثالثة رابعة، أرجعوا عصابة الحسين انقطع الدم. قال أريد هذه العصابة الملك، هذه عصابة الحسين مباركة أريدها. فنصفوها نصفين، نصف إلى الحر ونصف أخذها الملك، وهو أول من بنى قبر الحر هذا الملك. من بعد خروجه أمر ببناء قبر الحر بن يزيد الريح، فله كرامة مولاي، وكرامته سببها ومنطلقها التوبة، تاب، ولما سقط أنت حر كما سمتك أمك، أنت حر في الدنيا وحر في الآخرة. هذا أثر من آثار التوبة مولانا. العفو عند المقدرة درس من الطف، العفو عند المقدرة بمثال واحد، بمثال واحد. صف جيش، يمكن الإخوة الأعزاء أو الأخوات الكريمات ما سمعنا القضية، قضية جديدة، صف جيش يزيد بن معاوية لعنة الله عليه وجيش الحسين صلوات الله عليه وعلى أهله وبنيه، الحسين في المقدمة، وعلى يمينه بنو هاشم، على شماله الأصحاب والأنصار. أول شخص على يمينه أبو الفضل العباس سلام الله عليه، وعن شماله حبيب والأنصار، وكان عمر بن سعد والشمر يمشيان، أنا أتخطر في نفس البرامج ذكرت، يمشيان، قال لندع الخيل أن تسحقهم، هم قوم قليل، قوم قليلون هؤلاء. قال له أما تعلم على أن فيهم أبو الفضل العباس حامل راية الحسين، هذا هو الجيش بنفسه، لا نستطيع الغلبة عليه إلا بالغدر. قال له ماذا نصنع؟ قال له عندك صفوان، صفوان رجل يضرب المعلاق، احنا نقول له محشال مولانا، يعني عبارة عن قطعة حجر مربوطة بخيط، بخيط وبقطعة خشب، نعم، وتلقى، هاي تضرب، إذا ضربت في يعني الغاية المستهدفة في الهدف المعين مولانا تقتل. فقال له هذا عندك، هذا كان أستاذ برمي الحجر، أستاذ حاذق، شلون عندنا حرملة لعنة الله عليه، أستاذ في رمي السهم، هذا كان أستاذ في رمي الحجر. قال له تعال، أجل، قال له خذ حجر واضربه بجبينه أو اضربه في مكان تقتل أبا الفضل العباس في مكانه وفي مكان واحد بسرعة نخلص منه. صفوان قال لهم أهون ما طلبتم، راح اختار لحجر ذي ثلاث رؤوس،
إن ما ينضرب يقتل بسرعة. راح مولاي ساحة كربلاء ساحة عظيمة كلش عظيمة. لما سقط الحر بن يزيد الرياحي بنو رياح شهروا سيوفهم، عمر ماذا قال؟ قال اخرجوه من المعركة وادفنوه. الآن أين مدفون الحر؟ 4 كيلو ونصف عن الإمام الحسين. هذه يعني آخر المعركة، آخر المعركة هذا الجانب يعني أخرجوه فقط من يعني شقد جيش زحف على الحسين. أكو رواية تقول على أن زحف على الحسين رواية 33,000 ورواية 73,000، مو كلمة يعني ساحة ضخمة. فهذا صفوان سوى، راح مولانا إلى مكان قريب، أقرب مكان إلى أبي الفضل صلوات الله عليه، لكي يستطيع أن يضربه في الهدف في المكان المعين لقتله. وصل إلى مكان معين اسمه صفوان، فوضع الحجر في الحبل مولاي، وبطريقته الخاصة ضرب. لما ضرب المؤرخون يقولون وصل الحجر قريب إلى أبي الفضل، فطأطأ برأسه، تنحى جانبا، فراح الحجر، لم يصب أبا الفضل العباس. يقول أرباب المقاتل هجم عليه أبو الفضل هجمة واحدة ووصل إليه. لما وصل عنده كان شايل رمح بيده ذاك الرجل صفوان، ضربه أبو الفضل على يده اليمنى اللي كان بيده الرمح. لما ضربه على يده اليمنى انقطعت اليد، سقطت اليد. الكل كلا الجيشين الآن شو ينتظرون مولانا؟ ينتظرون أن أبا الفاضل يقتل الرجل، يقتل صفوان، على اعتبار أن صفوان شرع بقتل أبي الفاضل خلاص عليه السلام. اعتدى، فاعتدوا عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم. وإذا بأبي الفاضل العباس ابن أمير المؤمنين مولاي يدبر ويرجع ولم يقتله كما فعل العفو عند المقدرة. قالوا له لماذا يا أبا الفاضل؟ قال ليس من شيمتي أن أقتل رجلا خليع السلاح وجريح، عفى عنه عند المقدرة مولاي. إذن الآن علي الأكبر سلام الله عليه، المصيبة لعلي الأكبر، وكأننا في حرم أبي عبد الله، وكأننا في صبيحة العاشر، وكأننا تحت قبة أبي عبد الله. أقرأ مصيبة مولاي لعلي الأكبر، حزينة كلش حزينة. هذه المصيبة مؤذية، تؤذي والله، ومؤذية يعني حقيقة، تكسر القلب بالأخص إلى الأمهات الفاقدات وإلى الأولاد الفاقدين أمهاتهم مولانا. لأن الأم عزيزة، الأم كلش عزيزة، أكو رابطة بين الولد وبين الأم. إحنا دائما نقول ليلى تبكي على علي، هالمرة أقرأ لك شلون علي الأكبر بكى على أمه، شلون الحالة، حالة الولد على أمه، مو حالة الأم على الولد، لا بالعكس. وين مولانا؟ يقول لما سقط علي الأكبر، يقول سمع صوته الحسين، إجا الحسين كالصقر المنقض، ناموا يا الولد طول بطول ناموا يا، شافه بعد آخر لحظات حياته. وضع خده على خد علي الأكبر، ماذا رأى مولاي؟ رآه تارة يتبسم وتارة يبكي، هنا الحزين. قال له ولدي يا علي أراك تتبسم وتبكي، قال له أما بكائي فلأني أرى جدتي فاطمة الزهراء باكية ناعية عليك أبا يا حسين، وأما ابتسامتي فلأني أرى جدي رسول الله وبكأسه الأوفى سيسقيني لا أضمأ بعده أبدا. ظل يبكي الحسين. قال له ولدي يا علي ألك وصية؟ قال له إيه والله عندي وصية واحدة. قال له شنو الوصية الواحدة مولا؟ اسمع هذه، شنو الوصية الواحدة؟ يقول نظر إليه الآن بس هو وأبوه، شو تريد يا علي؟ شو توصي؟ يقول لا ما يا أبوه يا حضرت للكون، لا ما لا ما لا ما يبعد ساعة حير شلون، لما يلا ما شنو الوصية مولاي؟ هاي الوصية، شوف الآن بكاء الولد على أمها. وصيتي وياك دير العين، هذا الفاقد أم، شلون الأم عزيزة والله. وصيت وياك دير العين، لمي لمي بويا عزيزة وبر
الربة تعبت علي يا عزيزة وبالربا يا تعبا يا علي. بعد خلنا نذكر الأمهات الآن، الآن علي الأكبر بكى على أمه، خلنا نذكر أبيات إلى الأمهات. يا أمي حياتي ما نسيت رباك يا أمي، يا أمي حياتي ما نسيت رباك يا أمي، يا أمي يا أمي علي اش قد سهرت الليل يا أمي، يا أمي اريدك بالنزل وياي يمي واشوفك كل صباح وكل مساء. رجع الحسين، عندنا وقت ان شاء الله مولاي هاي البيت واسالك الدعاء. رجع الحسين الى الخيمه، الان راينا وسمعنا بكاء الولد على امه، الان شلون الام تبكي على ولدها؟ لما رجع الحسين واخبرها بمقتل علي الاكبر، هنا ليله بعد هاجت النيران في قلبها. يا الولد يا ما يعني يا يمه يا رباي يما النعش صايب اللحد يا الولد، النعش صايب اللحد يا الولد يا رباي، وتظل عيني على دربك دوم يا يما يا رباي يما يا تعب تعبت عليك يا رباي يا رباي اريد ان على القبر تنصب عزي. خدمتكم احسنتكم الله شكركم الله. اذا خلاصه لبحثنا في حلقات تقدمت، ابي عبد الله كان من دروسه هو الصلاه، اقام الصلاه بدمه. ابي عبد الله قوم الغيره الانسانيه بدمه. أبي عبد الله وضع ميزان الحجاب الصحيح وقدم مثال الحجاب متمثلا بزينب والهاشميات. أبي عبد الله كان الرؤوف ولكن وحسرتاه لم يرأفوا بأطفاله. أبي عبد الله كان الوفي، كان الملتزم بالعهد، كان الذي ابتعد عن الغدر كما ابتعد الموالي عن النار. أبي عبد الله كان الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر. أبي عبد الله راعى حرمة الكعبة وأبى أن يسال دم طاهر يطهر الكعبة، أبى أن يسال إلا في أرض كربلاء. أبي عبد الله احترم وشائج القربى. أبي عبد الله رفض البدء في القتال. أبي عبد الله قدم مثالا للتوبة وفتح بابا جديدا للتوبة. أبي عبد الله ساوى بين الحر والعبد. أبي عبد الله قدم أصحابا رجحوا طاعة الإمام على طاعة الأخ وطاعة الصاحب. أبي عبد الله عفا عند المقدرة به بذاته وبغيره ممن ارتبط ذاته بذاته. سلام الله عليك يا أبا عبد الله. سمحت شيخ أطمح منك بزيارة وإن قصرت بصوتكم، زيارة الإمام الحسين عليه السلام نيابة عن صاحب الزمان أجر الله تعالى. أجر الله تعالى وفرجه الشريف. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين، السلام عليك وعلى أخيك أبي الفضل العباس ساقي عطاشا كربلاء، السلام عليك وعلى أختك الحوراء زينب، السلام عليك وعلى المستشهدين بين يديك
جميعا ورحمة الله وبركاته. أحسنتم سماحة الشيخ، وفقكم الله لرضاه وزادكم الله شرفا بحق محمد وآل محمد. شكرا جزيلا لكم لسماحة الشيخ مهدي الطرفي خادم الزهراء الشهيدة المظلومة، خادم محمد وآل محمد. نسأل الله أن نراكم وقد أقمتم العزاء على مصاب الزهراء واللاطم هو صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف بدولته دولة الحق التي نرجو أن نلقاكم فيها إن شاء الله، فنجتمع تحت لوائه ونجتمع بشهادة قربة طاعة إلى الله دفاعا عنه إن شاء الله. نسأل الله لكم كل توفيق وسداد. شكر موصول لكم مشاهدين الكرام، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وعظم الله لنا ولكم الأجر في كل لحظة نذكر فيها أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. كنا وإياكم وسلسلة دروس من كربلاء، نسأل الله أن تكون قد كانت عند حسن ظن ربنا بنا، وكانت عند قبول منزلة القبول من الله تعالى ومنزلة القبول من المعصوم سلام الله عليه، وقد نالت استحسانكم بإذن الله تعالى. ختاما تقبلوا تحياتي وتحيات كل من ساهم في هذه الحلقة، وتحيات منا ومنكم إلى من ضيفونا في هذا المكان، أبي الفضل العباس سلام الله عليه وأبي عبد الله الحسين. إلى اللقاء.